قلت لي عنده 85 سنتيم وبرويطه يدير المقاوله صح، ولكن احنا بصدد على مستوى الولايه بصدد تصفيه كل المقاولات الفاشله والعاجزه، ومن جانب اخر نشجع المقاولات المحليه والتي بحاجه مساء الى مساعده، وكذلك النوعيه يديروا النوعيه. حنا شاك فوا انا وليت حتى نتقلق، ما كان حتى واحد يكتب على مقاوله، وعندنا كل امكانيات باش نحاربوا، نحارب هذه النوعيه كيفاش نقول لك الغير صالحه، يعني نتاسف الرديئه اكثر من الرديئه، جو تروف با كاليفيكاتيف. تلقى واحد بنتر الحيط، ولكن زاد بنتر كارلاج، فهمتني؟ يعني النوعيه مازال راني ناكد عليها، وخاصه على مستوى المحل.